لبسوا الثغره ولبسوا الهزيمه، لو كنت هتقول عليها لبسها له، مع ان انور السادات هو المسؤول الاول والاخير عن التطوير اللي ادى الى الثغره. معانا شويه صور خلينا نبص عليها وحضرتك تعلق لنا عليها برضه عشان الناس تعرف الفتره ديت اللي هي قبل ما يذهب لانه يبقى سفير في لندن. الصور الايام العسكريه، الايام العسكريه. ممكن لو سمحتم نشوف الصور ونشوف الفريق سعد الدين الشاذلي. اشرحوا لنا قصه صوره صوره. كريم، ايه قصه الصوره, الصورة دي؟ الصوره واضحه. لا، في كذا صوره قبلها، اللي هي الصوره بتاعه غرفه العمليات. طب بس ولينا ايه دي؟ دي صوره مفبركه 100%. مفبركه 100%. يعني ايه مفبركه؟ مفبركه بمعنى ان في طبق الصوره اللي موجوده، وحتى لو رجعنا لارشيف الاهرام في يوم 10 اكتوبر هتلاقي ان الصوره بيقف رئيس الجمهوريه، ومن ناحيه الوزير الدفاع، ومن ناحيه مش موجوده هنا، وناحيه تانية رئيس الاركان وباقي. يعني انت بتقول ان حسني مبارك ما كانش موجود في الصوره دي؟ لا، حسني مبارك كان موجود لكن مش واقف على الشمال. وحتى ما تجيب في غرفه العمليات مثلا، لما تجيب رئيس الجمهوريه ثلاثه يمين ثلاثه شمال. احنا معانا صوره من اللي موجودين في الاهرام باينه فيها الفريق سعد الدين الشاذلي، ومن الناحيه الثانيه احمد اسماعيل وسياده الفريق الجمصي او المشير الجمصي. وبعدين حتى في الفبركه بتاعتها فيها حاجه غريبه. كان معلش نرجع للصوره الثانيه. نرجع للصوره الثانيه، الصوره اللي معلش لما تبص لها حتى اتجاه النظر. ده واحد بيبص في ناحيه والتاني يعني حتى ما بتفبرك يعني مش متركبه كويس. اول مره اخد بالي من الحكايه دي. طيب الصوره دي اصلها شهيره جدا. انا ابني في سته ابتدائي، دي الصوره اللي في المقرر بتاع الدراسات. الصوره في هي اللي هم بتوع اللي هم العمليات. الصوره الثانيه عشان نعرف بالظبط اصل الصوره. دي صورة تانية. دي صورة تانية. وهو دي طبعا اللي فوق، دي الحقيقية. اللي فوق رئيس سادات، وعلى يمينه الفريق سعد الشاذلي، وشماله المشير احمد اسماعيل. تحت بتالي دي اللي هي بتاعت البانوراما. دي بتاعت البانوراما اللي هو ما فيهاش الفريق الشاذلي بالظبط. وهتلاقي اللي واقف ورا ده على يمينه ده المشير ارغاني جمصي ومشير احمد اسماعيل، وبعدين اللي بيشاور رئيس حسني مبارك. هو اللي قال له ندخل من هنا ونعمل يعني الايحاء بتاع الصورة كده بالظبط. انما سعد الدين الشاذلي ليس موجودا في بانوراما اكتوبر، رئيس الاركان في حرب اكتوبر، ولا البانوراما ولا المتحف الحربي. ولا المتحف الحربي، رئيس اركان حرب اكتوبر ولا حتى دي الصوره المفروض اللي بتبقى الرسميه. دي الصوره الرسميه، هي دي الحقيقه. تمام. الصور دي الرئيس السادات، الفريق الشاذلي، وعلى يمينه الفريق احمد اسماعيل، وعلى يمين الفريق الشاذلي المشير الجمصي. تمام. الصور دي دي الحقيقيه اللي عندكم. الصور دي ما عادتش بتتنشر وما عادتش حتى متعلقه على حيطان، مش كده؟ اختفت خالص. الصوره اللي هي انور السادات وسعد الشاذلي دي اختفت خالص. معلش نعلق برضو على الصوره دي. احنا عندنا طابور فيه اربعه. الصوره دي في زياره من زيارات الجيوش، فيها دي سنه 71، فيها الفريق الشاذلي وجنبه. طب الفريق الشاذلي عشان نشرح الناس، هو اللي هو على اليمين في قدام، وراه على طول الرئيس حسني مبارك وقتها بقى كان قائد قوات جوية، وعلى يمينه وزير الدفاع وقتها، ومش عارف بقى اللي ورا غيره. الصوره اللي بعدها اكيد هيجيبوا هيجيبوا بقيه الصور. طب حضرتك ابتديتوا تلاحظوا اختفاء الفريق الشاذلي من الصور من امتى؟ انا شخصيا رجعت من امريكا في اوائل التسعينات. عمري ما شفت له صوره من اياميها. انا اعتقد انه من 74 وهو ابعد عن المشهد تماما. بدا ابتعاده عن المشهد من 74. نعم، من اواخر 73. الحكم بالسجن صدر ضده امتى؟ سنه 83. سنة 83. دي ده بسبب الكتاب، مش كده؟ بسبب الكتاب. الكتاب مع حضرتك. يعني هو انور السادات حاول يحرك القضيه دي، مش النسخه الرابعه، سنه اظن ابتداها سنه 79. يعني انور السادات ابتدى هذه القضيه والفريق سعد الدين الشاذلي حفظت كان سفيرا ايامها، كان سفير. لا 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 لا، ده قبل ما يروح سفير، قبل ما يطلع سفير.
ايه بعد السفاره بعد السفاره بعد الكتاب ايوه وحفظت ولكن جه الرئيس مبارك سنه 83 هو اللي حرك القضيه وتم صدور حكم عليه غياب. هل في اي ذكر للرئيس مبارك في هذا الكتاب؟ طب ما في بالزاي سلبي ولا انا انا اسف انا ما انا ما انا ما قريتوش. لا عن دوره يعني عن دوره بس لا عن دوره يعني لو لو يعني بص هو عن دوره لو حته حبيت تبقى حساس وتقول ان هي سلبيه اما اتكلم فيها ان رئيس مبارك بعد الحرب بعث لي حسني مبارك علشان يقول له يقنعه ان هو يروح انجلترا وما اقتنعش و... لكن لا ده مش دور يعني مش حاجه يعني المشاهدات اللي انا قلتها لسياده الفريق. بس انا عايز ارجع للنقطه استاذ عمرو لو انت ليه بتقول الخلاف كان اصلا بين انور السادات وبين الفريق سعد الدين الشاذلي؟ لماذا امتد هذا الخلاف ليكون بين حسني مبارك والفريق سعد الدين الشاذلي؟ طب ممكن نجاوب على السؤال ده بعد فصل الاعلاني؟ اه ممكن اول طيب. هنطلع فصل اعلاني ونرجع تاني. النهارده نحن بنحاول ان احنا نعيد الاعتبار لبطل من ابطال حرب اكتوبر الفريق سعد الدين الشاذلي. هذا الرجل ظلم لسنوات طويله وسنوات عديده، عادت نجمة الشرف له منذ أسبوعين من الناس الذين لم يكرموا التكريم الوافي وهو كان رئيس الأركان في هذه الحرب. مجلة التايم الأمريكية بتقول إن هو العقل المدبر للهجوم المصري وتدمير خط بارليف المنيع. لا نستثني من قادة القوات المسلحة أحدا، كلهم كان ليهم ادوار. يعني ما نقدرش نقول ان سلاح المدفعيه ما كانش ليه دور، ما نقدرش نقول الدفاع الجوي ما كانش ليه دور، ما نقدرش نقول ان الصاعقه ما كانش ليه دور، ما نقدرش نقول سلاح الجو، ما نقدرش نغفل دور حد. ولكن بما اننا بندي الحقوق للناس كلها، في واحد ما خدش حقه. يعني احنا بنقول ان كل الناس لها الحقوق، ولكن في واحد هو رئيس الاركان، رئيس كل هؤلاء القاده لم ياخذ حقه. فهذا هو الوقت اللي ممكن نحاول نشوف نقدر نعمل ايه لهذا الرجل العظيم الذي توفى في شهر فبراير. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معنا.